نعم، بكل تأكيد بعد التخبطات السياسية التي تشهدها الكتل السياسية والأحزاب السياسية في الآونة الأخيرة، يتهم رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأمس، أيضا بحضور لجنة الأمن والدفاع النيابية، بعض القوى السياسية التي لم يسميها، وهذا هو الحد الذي دائما ما يكون فاصل بين الشعب والحكومة، على اعتبار هنالك أجندات سياسية لم تسمى دائما، لم تقصف البعثات الدبلوماسية، هنالك تخبطات سياسية، انفجارات، فقط هنالك جهات سياسية متورطة ولم تسمى، بالتالي الشعب العراقي يريد أن تسمى هذه الجهات السياسية من أجل محاسبة جميع المقررين. اليوم الكتل السياسية تضع يعني السيد الكاظمي في موقف محرج، تضع السيد الكاظمي في موقف لا يحسد عليه، هنالك ضغوطات كثيرة من أجل الضغط على تأجيل الانتخابات التي وعد بها أن تكون مبكرة، كل هذه الضغوط يتحملها السيد الكاظمي تأتي من الأحزاب السياسية، على اعتبار الأحزاب السياسية خسرت جمهورها في الشارع العراقي، خسرت أكبر عدد من الجمهور في المحافظات العراقية، وبالتالي تريد أن تعيد وترمم بيوتها من جديد، لكن السيد الكاظمي جاء وقال أن هنالك هذه الأحزاب هي ساحة دمار وخراب على السياسة العراقية، ولن نسمح ولن نرضى بأن تكون الأحزاب السياسية يدها طويلة في الحكومة العراقية، ولن نسمح بأن تكون مدمرة للشعب العراقي. هل في ذلك يعني التصريح مباشر بأن السيد الكاظمي اليوم في ساحة معركة مباشرة مع هذه الأحزاب التي وصفها بأنها مستغلة ل يعني شعارات ربما تكون قومية، ربما تكون دينية، لتنفيذ أجندات خاصة بها في العراق؟ نعم، يعني بعد تشكيل الحكومة العراقية من قبل السيد مصطفى الكاظمي هنالك تفاهمات بسيطة جدا على مستويات بسيطة، لكن منذ اليوم الأول منذ تسلم حكومة السيد الكاظمي زمام الأمور في العراق، وهنالك حرب بين السيد الكاظمي وبعض الجهات السياسية، هنالك حرب الملفات، حرب التصريحات، حرب الوعود أيضا في هذا الصدد، بالتالي فإن السيد الكاظمي كان يعاني من هذه الأمور منذ بداية تأسيسه الحكومة العراقية ولغاية الآن، وعلى اعتبار السيد الكاظمي كان مدعوم من تظاهرات تشرين، البعض هنا يؤكد ويندد بهذا الدعم، والبعض هناك لا يريد هذا الدعم، وبالتالي السيد الكاظمي محاط من جميع الجهات بهذه الضغوطات، أيضا الضغوطات الخارجية، هنالك أجندات خارجية مثل إيران وتركيا تريد وأمريكا تريد استخدام بعض الأيادي داخل الحكومة العراقية، وبالتالي السيد الكاظمي يعمل على تسوية هذه الخلافات مع الجميع من الداخل العراقي وأيضا من الخارج العراقي مع دول الجوار، بكل هذه الضغوط تأتي في حكومة السيد الكاظمي، لكن لحد هذه اللحظة لا توجد حلول جذرية لمعالجة هذا الوضع، لا توجد حلول جذرية للوقوف ضد هذه الأحزاب السياسية والميليشيات. مراسل قناة اليوم معتز أيوب، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات ومجمل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بغداد.